هاي جايز، سو الآن ها أمشي نادي النيل اللي هو أشهر حاجة حرفين قاعدة أسمع بيه من قبل ما أجي السودان، فالآن متحمسة جدا جدا إني أشوفه، فالآن ماشية هناك المهم ماشية هناك وحأصور لكم وأوريكم ونستمتع مع بعض، سو ليتس جو. هاي جايز، ما حابة اقطع عليكم الفيديو بس عندي لكم حاجة بسيطة. طبعا شيئين عاملين حملة او موقع شيئين عامل حملة اسمها روب ذا رانواي، حتلاقوها موجودة في موقع شيئين وكمان على حساباتهم انستغرام تيك توك، انستغرام تيك توك المهم حتلاقوها موجودة على حساباتهم انستغرام تيك توك و يوتيوب. حملة جدا حلوة جدا لطيفة، وكمان ترقبوا ستايلاتي للشتاء. هاي جايز، قبل لا نبدأ الفيديو حابة أشارك معاكم منتجات وصلتني من شيئين، فما أطول عليكم ليتس جو، خلونا نشوف إيش أول منتج وصلني من شيئين. يا جماعة دي أول لبسة، أنا أرجع وردت، دي أول لبسة وصلتني من شيئين اللي هي البلوزة الرهيبة دي. طبعا زي ما انتم عارفين خلاص يعني شوية كده وحيبدأ الشتا يجي، فالبلوزة دي اول حاجة هي بلوزة برد، تمام، ده اول شيء. ثاني شيء في نفس الوقت قماشتها خفيفة، يعني مثلا لو الجو مثلا ما حار ممكن انها تتلبس، عرفتوا كيف؟ يعني لو مثلا انتم مسافرين برا او كده تقدروا تلبسوها في الصيف، بس انه مو يكون الصيف الحار، بس انه البلوزة بتتميز انه قماشتها جدا خفيفة، يعني ما حاجة حارة شديد، في نفس الوقت ما حاجة بتخلي الزول يعني يبرد شديد. حلو شديد الديزاين حقها، طبعا حتلاقوني بركز على كلمة ديزاين كثير كونه انا جرافيك ديزاين كده، فيا الياقة، انا بحب البلاي الشديد اللي بتكون فيها ياقات، فدي جدا حبيتها. زي ما قلت لكم الديزاين الالوان حقتها والبلوزة عملية وحلو شديد، حتى لدوام الجامعة بالنسبة للبنات وكده، يعني لطيفة حلوة. يا جماعة دي كان بلوزة وصلتني من شيئين، وبختاركم بعيد عشان تشوفوا شكل البلوزة بعيدا عن أي حاجة. أول شيء ألوانها حلوة، موف على أسود على أبيض، ألوانها حلوة شديد، ونفس خامة الأولى ما هي مرة ثقيلة، بس ممكن تكون أثقل شوية من الأولى، بس حلوة حلوة شديد لفصل الشتاء، تجنن 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 وباردة، تمام. حلوة حلوة لما غلط، يعني ما اعرف اوصف لكم كيف، ماني شاطرة في الوصف، بس حلوة. انا طبعا لو بتابعوني من زمان بتعرفوا انه انا بحب اللبس الفيو ياقات، وبحب اللبس الفيو اللي هو الراس الزي ده بيعجبني شديد، فيا البلوزة دي حرفيا اخذت راس، يعني زي ما بنقول في السودان جابت راس، يعني كده جابت راس. يا جماعة زي ما انتوا شايفين دي تاني حاجة ايش؟ دي تالت حاجة وصلتني من شيئين، البلوفر اللي هو لونه زي كده. اول حاجه عجبني شديد عشان لونه، في نفس الوقت عندي بنطلون نفس لونه ما كنت عارفه البسه مع شنو، دي اول حاجه. ثاني حاجه لما انتوا تعاينوا تحسوه ما زي باقي البلوفرات، نفس الشيء خامته حلوه، خامته ما بين ديك يعني اثقل من اول بلوزه واخف من ثاني بلوزه، عرفتوا كيف؟ وجميل زي ما قلت لكم بالنسبه لنا احنا كبنات جامعه الواحد كده بتبرد في الكلاس مدري ايش كده، فمره مره حلو. وحتى الطاقية حقته بس ما ظاهر مع شعر كيرلي كش دي، فيا حلو شديد. زي ما قلت لكم قماشته حلوة، لونه حلو، باي ذا واي يعني انا اول مرة اخذ لون زي ده في حياتي. يا جماعة جيتكم باخر حاجة وصلتني من شيئين، رجعت بعيد عشان تشوفوا معي البنطلون، صوته حلو. طبعا البنطلون جلد، لونه بني حلو شديد يا جماعة، مريح اقسم بالله كانكم لابسين بنطلون بيجامة، فانا بحب دايما انواع البناطلين زي دي في المرقات مريحه وكده، فحلو شديد. وجاتني كمان البلوزه دي، البلوزه دي تعتبر ثاني اخف بلوزه جاتني، حلو شديد، جايه مع البنطلون شديد لان ده بني وده بني غامق، فمره مره حلو. وطبعا اكيد 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 منسيتكم مظبطاكم بكود خصم، حتلاقوا ظاهر من بدايه الفيديو على الشاشه، سو يخفض لكم او يخصم لكم 15% من قيمة مشترياتكم. وما اطول عليكم، خلوكم مع الفيديو، ادري قطعت عليكم الفيديو بس الان خلونا نرجع للفيديو.
الأماكن العالمي، نوافير هناك زي ما شايفين، المباني الفخمة يا جماعة مرة حلوة مرة حبيت. احنا دوبنا دخلنا، فحاجة أقولكم ما تخافوا، بس حرفيا المكان كشكل مرة حلو، كشكل خارجي مرة فنان، مرة حبيت المبنى ده عجبني شديد، شكل المثلثات كده. طبعا انا I'm designer so اكيد هعلق على الحاجات دي، الانوار المنظر خارجيا المنظر شكله حلو شديد، ولسه المكان اكبر من كده، ده اقل من ربع المكان. الجلسات الرهيبة مع شكل المباني والنوافير الفنفشارية والورد الكيوت والسيدة رنا، أنا أحلى حالة في المحل لفي ساي، والشجر مع الورد، وهنا كمان ورد، هنا كمان داك مدخل تاني للمكان، هنا كمان في حاجات شجر ورد برضو. الوردة دي كيوت شديدة يا جماعة، الورد شكلها جدا مرة كيوت. المهم هنا كمان نوافير ودنيا، هنا شايفين اوفر الاضاءة سيئة، ايوة. المهم هنا شايفين ده ملعب كرة قدم اللي بورا السور، حتى لو شايفين في ناس قاعدين يلعبوا جوا. هنا ده الممر الازرق اللي شايفين انه ده ممشى، انه في ناس هنا تلعب جوا، ولو في ناس دار تتمشى من الباب ده حوالين الملعب زي الناس اللي بقاعدين يمشوا هنا. ده جزء ثاني من المكان اللي هو تعرفوا الشلالات اللي تيجي كأنها ثابتة بس في نفس الوقت شلال، صح؟ لو بتلاحظوا يعني هو شلال بس في نفس الوقت الصورة ثابتة، ما بعرف بصراحة يسموهم شنو، بس المهم انه ده شكله. شوفوا كده سوى ده شكله، وفي واحد ثاني مقابله نفس المنظر. دوبنا سألنا من النافورة الراقصة، تقريبا هي ما عندها وقت معين بفكها، قد ما يكون في ناس بفكوا النافورة، فقالوا الآن لما سألناهم انه حيفكوها بعد العشاء، فإذا لحقت انه مثلا أصورها ما كنت جوا المكان يصير أصور لكم هي، إذا ما لحقت ححط لكم صورة هنا لشكل النافورة وهي شغالة أو فيديو لها إذا موجود. الصالة
صالة بلياردو مع كافيه مع اللعبة دي الصراحة أرنو إيش اسمها، بس المهم حقت الكورة دي. فيا دي شكل المكان هنا، في شوف الطاولات دي شكلها كيوت شديد، حتى الباك جراوند حقت الجدار حلوة. جو بولينج عندكم هنا صالة البولينج وأغاني. شوفوا يا جماعة مرة حلوة، مرة مرتبة، مرة كيوت، مرة تجنن. ريمبو جيمز، ملاهي حقت أطفال كده كيوتة، حاجات كده لطيفة خفيفة. وفي دي النطاطة اللي قضينا طفولتنا فيها، سكيتنج جيم وسكيتنج رينك. صالة التزلج، شوفوا انا صالة التزلج دي يا جماعة دخلتها، صالة التزلج دي يا جماعة انا دخلتها مرتين في حياتي، مرة في عفراء مول وقتها شوي قدرت اتزلج، والمرة الثانية دخلتها في الشلال. في الشلال كانت كعبة، مش كعبة، كانت صعبة عليل كده، فما يعني عندي تاني نية اني اجربها يعني وبس. مطاعم، كذا مطعم، والآن طالعة برا أصور لكم الإطلالة الرهيبة. بس يا جماعة الحمد لله خلصنا جولة، قعدنا تعشينا وحلينا وخلصنا جولة في نادي النيل. مكان حلو لطيف حقيقي، مرة أنصح حرفيا أي أحد يجي السودان أو الخرطوم تحديدا نادي النيل لازم يكون وجهتك الأساسية بين الأماكن السياحية، يعني نادي النيل يفوز. بس حزينة لأنه شغلوا النافورة، ما لحقت أصور لكم، فحاخدت لكم يا فيديو يا صورة عنها يعني أو شكلها إنه كيف بيكون وكده. وبس يا جماعة كده نكون زي ما قلت لكم خلصنا جولة في نادي النيل. هاي جايز، قاعدة أصور، واحد ما يصور في البيت. المهم هاي جايز، رجعت لكم بنيو لوك جديد، شوفوا ضفاير ومن تحت كيرلي كده التغيير وكده، يعني غير انها بتحسن الشعر، فعايزة شعري يرجع طول تاني. سويتها أخف من المرة اللي فاتت انه على أكبر شوية وبس. يعني this is my new look، اصبروا نوقف عند المراية تشوفوا من ورا، شوفوا شوفوا كيف شكله حلو شديد ومرتب، مرة مرة حبيت. هاخد لكم حساب صاحبتي اللي سوت لي، شغلها فنان شديد، تسوي ميك اب، تسوي كده ضفاير زي دي، يعني شغلها ظابط شديد في السودان تحديدا الخرطوم. سو هاخد لكم حسابها حق الانستغرام في صندوق الوصف، شوفوا. سو الان ما عارفة، ما في حاجة معينة انا حاسويها، ممكن اسوي لكم جولة في الغرفة بعد شوية بعد ما ارتبها وكده، لانكم كلكم حرفيا طلبتوا مني اسوي لكم جولة في الغرفة انه تسترجعوا معايا ايام ما كنا عايشين في السودان وكده. وبس يعني حاليا زي ما قلت لكم ما في حاجة اسويها، سو اشوفكم بعد شوية. اوكي يا جايز، يا جايز تخيلوا، اوكي يا جماعة للمرة الثانية الكهرباء قطعت،
يعني السودان خرطوم تحديدا بتودينا توديع مش حلوة خالص. جيت عايزة اصور لكم الغرفة والكهرباء طق قطعت. هنا عندنا بيبي صغار بيلعبوا. المهم فننتظرها تجي وارجع اصور لكم تاني. Say hi for YouTube. Hi. Hey يا برو. برو تاني. Hi. Hi. بس يا جماعة طبعا مع الحوسة ولملمة الأغراض وتغطية الأغراض وكده انشغلت وما قدرت إني أصور الغرفة، والغرفة الآن حوسة، فأنا حصور لكم الأشياء المهمة. عندكم مثلا دي، ما أفتكر قد إيش كان عمري، يعني ما أفتكر، أفتكر أتوقع إني كنت أيام سابع اللي هي تعادل تانية متوسط يمكن في جدة وكده. المهم كتبتها كده عيد سعيد، يعني من زمان ترى أنا عندي حس الموهبة ودي الأشياء. عندكم هنا الفيسات دي، الجودة من نفسها تتعدل وتخرب. الفيسات دي اللي هي دا دولاكا ودا، وهنا كمان دولا، اللي هم فيسات الواتساب كده. بس طقت في راسي أيام ما كنت في تامن، عشان تعرفوا إنه أنا إنسانة مو حقت مذاكرة أبدا. تامن عندنا في السودان اللي هي امتحان شهادة الأساس، طبعا دحين بطل إنه في تامن وكده، صار متوسط زي السعودية. فعشان ما أذاكر كنت بس أفضي، يعني أشغل نفسي عشان ما أذاكر، فجبت ورق أبيض. شوفوا كمان من كمية عدم الموضوع اللي كان فيني، جبت ورق أبيض ولونته بالهايلايت الأصفر على شكل فيسات الواتساب، تمام. بعدين قطع معايا الورق الابيض، وما ادري اذا قطع الورق الابيض او خلص الهايلايت الاصفر. مشيت اشتريت ورق ملون، سويت فيه لدول الثلاثه فيسات، تمام، اللي هو دا وفيسات الشيطان دي وكده، تمام. وين عندكم ورقه مكتوب فيها كل عام وانتم بخير، برضو انا اللي كتبتها. اذا حتسالوا ليش الفيسات مطعجه بدي الطريقه، عشان حقول لكم ايام ما كنا عايشين في السودان كان في العامله عندنا في البيت جت مسحت عليهم بالموية، فهمتوا؟ فمن وقتها الطعج، وحتى افتكر يومها انقهرت وبكيت، يعني شغلي وتعبي كله ضاع، صار كله مطعج وكذا. هنا طبعا حشوش عليها وقت المونتاج لانه اسامي وكتابات اشياء خاصة وكذا. المهم كنت من النوع، قال لكم من النوع اللي احب اكتب فوق الدولاب حقي مرة، شايفين قد ايش انا كاتبة لين تحت حرفيا. هنا كاتبة أسامي بنات اللي كانوا معايا في الترحيل اللي هو الباص، هنا كاتبة الدلع حقنا أنا والشلة وين يا بش كان، كده كل ما واحدة فينا تقابل واحدة مننا تقول وين يا بش وين يا بش. المهم هنا كاتبة أسامي الأساتذة اللي كانوا يدرسونا، هنا كاتبة بنات فصلي. شوفوا ما شاء الله قد إيش كنا كتار، تخيلين لين تحت حرفيا اطول كتاب عندي. هنا زي ما قلت لكم هنا كاتبة صديقاتي المفضلات. تصدقوا انا ناسية لما قريت الاسامي تنحت، قلت مين دولة، حرفيا قلت مين دولة، قلت انا معقولة اعرف ناس بدي الاسامي. حرفيا لين اخر سنة لي في الثانوي وانا اكتب وارسم، يعني عدم الموضوع وما يفعل. حتى انا كاتبة اخر سنة بالثانوية وبالمدرسة كلها كتبت I love you emoji وما ادري ايش كاتبه وايش مسويه، وحاطه صور واستكرات. يعني كانت تقريبا ايام امتحانات الشهاده وحاجه زي دي، كنت اكتب واغطي عشان اشوف قدر شنو باقي لي. عندي عشق اليوتيوب من زمان. شوفوا كنت ملخبطه دولابي كيف يا جماعه، او ماي جاد، وباخه بالبخاخ، اقسم بالله ما كان عندي موضوع نهائي. عندكم لكل شخص طلب مني اني اصور غرفتنا عشان تسترجعوا معايا ذكريات السودان. سوري على الحواسة بس حرفيا قاعدين نغطغط الحاجات. فيا دي غرفتنا نورنا ايام ما كنا عايشين في السودان.